أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل. وسأشرح لكم اليوم النص العاشر من كتابكم وعنوانه زيارة الطبيب. أيها الطلاب، تعالوا معي نفهم معا النص. الدرس العاشر، زيارة الطبيب. في ظهر يوم الثلاثاء، بينما كان زهير في المدرسة، شعر بمغص في بطنه. أيها الطلاب، الكلمة مغص معناها ألم شديد في البطن. وانظروا إلى هذه الجملة، شعر بمغص في بطنه. بعد الفعل شعر يأتي حرف الجر الباء. اتصل مراقب المدرسة بوالد زهير وأخبره بالأمر. انظروا إلى هذه الجملة، اتصل مراقب المدرسة بوالد زهير. بعد الفعل اتصل يأتي حرف الجر الباء. وانظروا إلى هذه الجملة، وأخبره بالأمر. بعد الفعل أخبر أتى حرف الجر الباء. فجاء الوالد إلى المدرسة. الكلمة جاء مرادفها أتى. وأخذ ابنه إلى المستشفى فورا. الكلمة فورا مرادفها حالا، والكلمة مستشفى مفرد وجمعها مستشفيات. وهناك بعد أن سجل الوالد اسم زهير، جلس في غرفة الانتظار. ثم طلب الممرض من زهير أن يدخل غرفة الكشف. حيث قاس ضغطه وحرارته. وبعد ذلك اتجه زهير ووالده إلى عيادة الطبيب. فحص الطبيب صدر زهير وبطنه فحصا دقيقا بالسماعة. وطلب منه أن يتنفس بعمق. أيها الطلاب، الكلمة يتنفس معناها إخراج النفس وإدخاله.
بعد ذلك أخبر الطبيب زهيرا ووالده بأن هناك فيروسا في الجو هذه الأيام وأن زهيرا قد أصيب به. وصف الطبيب الدواء لزهير وشرح له طريقة تناوله. ونصحه بالاستراحة لمدة 3 أيام. وألا يقوم بعمل شاق لمدة 1 أسبوع. وطلب منه أن يعاوده بعد 1 أسبوع. شكر زهير ووالده الطبيب وذهب إلى الصيدلية. وأخذ الدواء. تحسنت صحة زهير تدريجيا حتى زالت عنه الآلام. أيها الطلاب، الكلمة تدريجيا معناها شيئا فشيئا أو خطوة خطوة. وبعد 1 أسبوع ذهب إلى المستشفى وفحصه الطبيب ثانية. وطمأنه على صحته وبشره بالشفاء. الفعل طمأن معناه أدخل السكينة أو الهدوء، والفعل بشر معناه أخبر بخبر سار. خرج زهير من المستشفى وهو يقول: الحمد لله الذي شفاني. أيها الطلاب، ننتقل الآن إلى النشاط. أجب عن الأسئلة الآتية بوضع علامة صح بجانب الأجوبة الصحيحة. السؤال الأول هو: متى شعر زهير بمغص في بطنه؟ في ظهر يوم الثلاثاء أو في ظهر يوم الاثنين؟ ما الجواب أيها الطلاب؟ نعم، هذا صحيح، في ظهر يوم الثلاثاء. والسؤال الثاني هو: من أخذ زهيرا إلى المستشفى؟ مراقب المدرسة أو والد زهير؟ وما الجواب أيها الطلاب؟ نعم، والد زهير. السؤال التالي هو: أين قاس الممرض ضغط زهير وحرارته؟ في غرفة الكشف أو
في عيادة الطبيب؟ والجواب هو نعم، أحسنتم، في غرفة الكشف. بما فحص الطبيب صدر زهير وبطنه؟ بالسماعة أو بميزان الحرارة؟ وما الجواب؟ نعم، هذا جيد، بالسماعة. والسؤال التالي هو لماذا ذهب زهير ووالده إلى الصيدلية؟ ليأخذ البطاقة أو ليأخذ الدواء؟ والجواب نعم أيها الطلاب، نعم هذا صحيح، ليأخذ الدواء. بعد كم يوما ذهب زهير إلى المستشفى ثانية؟ بعد 7 أيام أو بعد 9 أيام؟ وما الجواب؟ أحسنتم أيها الطلاب، الجواب هو بعد 7 أيام. أيها الطلاب، قد وصلنا إلى نهاية الشرح النصي، وأرجو أنكم فهمتموه فهما جيدا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.